ماذا أيها الكرام إن وافق العيد يوم جمعة؟ بلغنا الله وإياكم شكر نعمته. إن وافق العيد يوم جمعة قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وغيرهما: إنه أدرككم في يومكم هذا عيدان، فمن صلى معنا فقد أجزأه وإنا مجمعون. في ذلك فوائد: أن من صلى العيد، فإن وافق العيد يوم جمعة من صلى العيد مع المسلمين سقطت عنه صلاة الجمعة لا صلاة الظهر. بعض الناس يحسب الدنيا كلها رايحة أن ما فيش لا جمعة لا ظهر، لا، وهذه أسئلة تعرضنا لها. من صلى العيد مع جماعة المسلمين سقط عنه صلاة الجمعة في الجماعة ولزمه صلاة الظهر. أما أهل المساجد كما قالت الوزارة وفقها الله فإنهم يأتون إلى مساجدهم ويخطبون بالناس ويقيمونها جمعة لا ظهرا كما جاء البيان من وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله، وقال النبي: وإنا مجمعون. أما الذي لم يدرك صلاة العيد فلزمه الجمعة كغيرها من الأيام.